العمل ده أنا بحب الأعمال اللي بتتكلم عن شخصيات مصرية. يعني أنا عملت قبل كده هدى شعراوي، عملت أم كلثوم، عملت زوجة الزعيم جمال عبد الناصر. بحس إن هذه الأعمال يعني الشباب، لأن شبابنا الآن ما بقاش زي الشباب في أجيالنا إحنا، واللي هو يهوى القراءة أو المعلومات أو كده. يعني أصبح السوشيال ميديا والحاجات دي عملت له هزة كبيرة قوي في ثقافاته. فأنا بتحمس قوي لهذه الأعمال اللي بتتكلم عن تاريخنا، اللي بتتكلم عن علمائنا، اللي بتتكلم عن يعني أنا من ضمن الشخصيات اللي نفسي جدا أعملها الدكتورة سميرة موسى، اللي هي فسميرة موسى دي كانت حلمي من زمان، معرفش ده هيتحقق ولا لا، بس يعني من الشخصيات اللي بتمنى جدا هذه عالمة الذرة النابغة اللي طلع من طين مصر وبتنبغ نمو كبير وبتاخد منها انها تسافر بره وتعمل دراسات عن الذره، ولما بيقولوا لها انت لازم تقعدي معانا فبتقول لا انا لازم اروح مصر عشان اخدم بلدي، فبتختيم. ودي كانت بدايه يعني سلسله اغتيال العلماء المصريين اللي اغتيلوا لنفس السبب. Thank you.